عليكم. وعليكم السلام ورحمة. صفا رمضانك يا أخي. الله يسلمك يا رب. ألو تفضل تفضل يا أختي، ابشري. أخي، نعم أنا الأخت من الجزائر. نعم يا مرحبا يا مرحبا. حلمت أني قبل رمضان بعد 15 يوم أني في المدرسة نعم بالقسم، وجدت في الطابق الثاني نعم وكأنني جديدة عن التلاميذ، فبدأوا يسخرون مني. نعم ذلك هؤلاء التلاميذ بدأوا يسخرون مني وقالوا أنني لا أعرف شيئا. ثم قال الأستاذ يدي الآن سوف نجربها. ثم قال لي كم نحن في التاريخ اليوم. ثم ذهبت إلى السبورة وكتبت، كتبت 4 مع 0 و5 مع 0 2015، أي 4/5/2015. تاريخ يعني. ثم ذهبت إلى الطائف. نعم تاريخ 2000 وشو؟ نعم تاريخ، نعم تاريخ تاع اليوم الذي كنا فيه في الحرب، 4/0/5/0/2015. ايوه ثم طيب. ذهبت إلى الطاولة للدروس، ثم ذهبت إلى الطاولة للدروس وبدأ يشرح في موضوع الطلاق، وأنا غضبت غضبا شديدا من ذلك الموضوع، كوني في الحقيقة أني مطلقة. نعم. ثم بدأ يشرح وله أستاذ عادة التلاميذ من كتابه، كلما يشرح جزء صغير من الدرس يطبلون في الطاولة بأيديهم، وبدأ ينظر إلي ولم أفعل ذلك لأني كنت غضبانة غاضبة جدا. فجاء إلي وقال لي لماذا لم تفعلي مثل زملائك؟ فقلت له لا 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 لن أفعل. ثم تركته ونزلت إلى ساحة الفناء والتقيت بزميلتي فقلت لها لماذا لم تقولي للأستاذ أني كنت غاضبة من ذلك الموضوع؟ فقالت لي زميلتي نبيلة لا لن أكن أدري. ثم ذهبت إلى ساحة المدرسة الموجودة وراء المدرسة وبدأت أبكي بكاء شديدا شديدا من شدة الحزن. نعم انتهى الحمد يا أخي. طيب أنت أختي كريمة مطلقة، ما تزوجتي مرة ثانية، عندك أطفال؟ نعم عندي طفلة يا أستاذ. كم عمرها الحين؟ عمرها 7 سنوات. الله يحفظها. 7 سنوات عندك، مش عند والدها صح؟ معك ولا مع والدها؟ لا عندي. لا عندي يا ما أخي. في محاولات الإصلاح بينك وبين الوالد الزوج؟ يا أخي والله لا توجد أي علاقة. لأن أختي كريمة الحلم يدل بأنك باختبار بالضبط وليس بالتأويل إلى هذا التاريخ. نعم. إلى هذا التاريخ، التاريخ 4/5/2015، أنت تحت اختبار من رب العالمين، هو هذا ما رأيتي في الحلم، والتاريخ كما هو والله أعلم، وليس لا يؤول التاريخ ولا يغير. فأنت أختي الكريمة إما أن يعود زوجك الذي اختلف معك، ولا تقولي شيء بعيد عن رب العالمين، أنا اللي يقولي شيء بعيد عن رب العالمين أنا أضايق شخصيا. والله مكروبة يا أخي، والله مكروبة يا أخي. نعم. هذا الموضوع، ولكن بالنهاية جدا لوضعية ابنتي. الله الله يهديكم يا رب ويهدي زوجك، الله يهديه ويرد لك مره ثانيه عاقل صالح مؤمن. اختي الكريمه، اختي الكريمه، يعني انا فعلا ضد الطلاق، انا من اكثر الناس اللي ضد الطلاق. الطلاق لا يقع الا في الفواجع، حرام يعني ان كل ما واحد زوج واحده طلقها بعد يومين، لا حول ولا قوه الا بالله. اختي الكريمه، الحلم انه مع تاريخ 4/5، وعلى فكره 2015 ليس بعيد، يعني باقل من سنه سوف يفرج همك وينتهي اختبارك وتبدأ حياتك، يعطيك الله سبحانه وتعالى. فإما أن تحمدي وتشكري بعد هذا التاريخ، وإما أن تغضبي الله، وإن شاء الله أنك لم تغضبيه سبحانه وتعالى، وسوف تحمدي وتشكري وسوف يأتيك الخير، تفتح عليك أبواب الخير، فإن شاء الله يعود زوجك وتعود حياتك لطبيعتها، أو يصلح الله بطريقته وحكمته حياتك بشكل تحمدين عليه الله سبحانه وتعالى وتشكرين كثيرا. فلا تشيلي هم، انتظري هذا التاريخ يا أختي الكريمة 4/5/2015. أنا ما أحب أعطي الجانب المظلم، فأتمنى أن دائما الإنسان لما ربنا يفرج عليه ما يفعل مثل اللي كانوا في البحر والبحر موجة عالي وفي حالة خوف ورهبة فدعوا الله، فلما ربنا أوصلهم للشاطئ نسوا واستكبروا. ما نريد، نريد لما نوصل للشاطئ نزيد شكر وحمد ودعاء، لأننا في أمس الحاجة لرحمة الله.